تحية طيبة مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم إلى موعدي الثالثة الإخباري. بداية، بعث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رسالة تعزية إلى نظيره رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السيد جو بايدن إثر الحرائق التي اجتاحت جزيرة ماوي بولاية هاواي والتي خلفت العديد من الضحايا والمصابين. هذا نصها. السيد الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أود أن أعرب لكم ولأسري الضحايا وللشعب الأمريكي الصديق عن خالص التعازي والمواساة جراء حرائق الغابات الأخيرة التي اجتاحت جزيرة ماوي بولاية هاواي الأمريكية والتي خلفت العديد من الضحايا والمصابين. وإذ أشاطر أسر الضحايا مشاعر الحزن والألم مع تمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين، أؤكد لكم تضامن الجزائر حكومة وشعبا في هذه الظروف الأليمة. تقبلوا مني السيد الرئيس أسمع عباراتي التقدير والاحترام. كما بعث رئيس الجمهورية رسالة تعزية إلى نظيره رئيس جمهورية الصين الشعبية السيد تشي جين بينغ إثر الفيضانات التي اجتاحت شمال الصين والتي أودت بحياة العديد من الضحايا. هذا نصها. السيد الرئيس تشي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، علمت ببالغ الأسى والحزن نبأ الفيضانات والانهيارات الأرضية في شمال الصين والتي أودت بحياة العديد من الضحايا والمصابين والمفقودين. وبهذه المناسبة الأليمة أعرب لكم ولأسر الضحايا والشعب الصيني الصديق عن خالص التعازي والمواساة، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وإذ أؤكد لكم تضامن الجزائر في هذه الظروف العصيبة، تقبلوا مني السيد الرئيس أسمع عبارات التقدير والاحترام. بمقر وزارة الطاقة والمناجم بالعاصمة، أشرف اليوم وزير القطاع محمد عرقاب على تنصيب مراد بلجهام رئيسا جديدا للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات. وقد أكد عرقاب أهمية وكالة النفط بالنسبة لنشاط المحروقات في الجزائر، لا سيما من خلال تطوير المكامن والإنتاج بما يتماشى مع جهود تكثيف الاستكشاف الاستغلال نقل وتصدير المحروقات التي يجسد القطاع في إطار برنامج الحكومة. في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، عرضت اليوم اللجنة التنسيقية لمتابعة الابتكار وريادة الأعمال في الجامعات، عرضت حصيلة أعمالها السنوية بشأن التوجه الجديد للقطاع والمتمثل في إرساء ريادة الأعمال والابتكار في الأوساط الجامعية وانفتاح الجامعة على المحيط الاقتصادي، حيث أكدت اللجنة حصول أزيد من 230 مشروعا مبتكرا على وسم لابل، ما يجب للطلبة الاستفادة من التموين، فيما تم إيداع أزيد من 800 ملف براءة اختراع ستتكفل بها صناديق دعم المؤسسات الناشئة. في الانشغال الصحي، نظم معهد باستور بالجزائر ابتداء من اليوم وإلى غاية 17 أوت الجاري دورة تكوينية دولية حول التسلسل الجيني لفيروسات الإنفلونزا وفيروس كورونا 2. الدورة التي تنظم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها تشهد حضور مشاركين من 11 دولة إفريقية، وتهدف إلى ضمان تكوين متخصص حول تعزيز القدرات في مجال التسلسل الجيني من الجيل الجديد للفيروسات الإنفلونزا وفيروس كورونا. في ملف الصحراء الغربية، تتواصل بولاية بومرداس فعاليات الجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو والدولة الصحراوية بمشاركة زهاء 400 إطار يمثلون مختلف المؤسسات الوطنية وهيئات الجمهورية العربية الصحراوية إلى غاية يوم غد. تبعت هذه السنة تحمل اسم الشهيد عبد الله الحبيب البلال، وتنعقد تحت شعار نصف قرن من الصمود إصرار على فرض الوجود واللجوء إلى الكفاح المسلح، خيار استراتيجي انتهجه أبناء الشعب الصحراوي ضد احتلال مغربي زور التاريخ وحارب الأحرار. وهي بعض عناوين لقاءات الجامعة الصيفية التي تطرقت اليوم إلى محور جديد من بطولات الكفاح المسلح للصحراويين من خلال تعبئة وتجنيد الشعب الصحراوي لكي يستلهم من نضال الشعب الجزائري كيفية الصمود والانخراط في صفوف الثورة التحريرية، خاصة إذا ما تعلق الأمر بثورة نوفمبر الخالدة.
في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات في جزيرة ماوي بولاية هاواي الأمريكية إلى 93 حالة وفاة، وهي مرشحة للازدياد، كما تضرر أكثر من 2000 مبنى سكني، فيما قدرت الخسائر بنحو 6 مليارات دولار أمريكي. هذا وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن الخميس الماضي بأن حرائق هاواي تعد كارثة طبيعية، معلنا عن مساعدات فيدرالية لجزيرة ماوي بهدف تمويل أعمال الإغاثة والإيواء الفوري وجهود إعادة الإعمار. وفي الصين، وبعد الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت شمال البلاد مخلفة العديد من الضحايا، أصدر المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية مساء أمس إندارا باللون الأصفر لمواجهة عواصف مطرية أخرى في عدة مقاطعات من البلاد. ومن المتوقع أيضا أن تشهد هطول أمطار يتجاوز حدها الأقصى 60 مليمتر في الساعة، مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية، فيما حثت السلطات المحلية المعنية على اتخاذ الاستعدادات المناسبة. وبالعودة إلى أخبار الوطن، نتجه إلى أخبار الرياضة، حيث أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن تمديد أجال دفع ملفات المترشحين لرئاسة الفاف. وذكر الاتحاد على موقعه الرسمي أن لجنة الترشيحات وبعد مشاورات بين أعضائها قررت تمديد فترة إيداع ملفات المترشحين إلى غاية 27 أوت الجاري بدل تاريخ اليوم، وهذا من أجل السماح للمترشحين باستكمال ملفاتهم. ويذكر أن انتخابات رئاسة الفاف كانت قرر يوم 4 سبتمبر لتتأجل إلى وقت لاحق. ختام موعدنا الإخباري، شكرا لكم مشاهدينا على كرم المتابعة والوفاء. إلى اللقاء.